الطبابة في المعارك بدأت منذ الحروب القديمة، وكانت تقوم على مساعدة الجرحى وإنقاذ حياة المصابين، واليوم تحضر في تمرين سيف السلام 12 عبر مجموعة العمل الطبي التي تتعامل مع الإصابات من خطوط القتال الأمامية إلى مستوى مستشفيات العمق الاستراتيجي. المستشفى الميداني في ودوره في التمارين العسكرية وعلى وجه الخصوص في سيف السلام 12 له دورين رئيسيين، هو أولا يقوم بتنفيذ مهمة تمرين هلال 10 وتمرين على مستوى الإدارة على الخدمات الصحية بالشراكة مع الخدمات الطبية في القوات البرية والوحدات العسكرية، والأمر الثاني هو إسناد جميع الوحدات المشاركة في التمرين. المستشفى الميداني يمتاز بالمرونة والقابلية للفك والتركيب، وهو أحد المستشفيات الرائدة التي تستخدمها الإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع بمختلف مواقع العمل الميداني بما فيها المشاريع العسكرية ومهام الحج. وهو مستشفى متكامل، هو 59 سرير، ويقدم خدمات فرز طبي، أشعة، صيدلية، مختبر تنويم وطب وقائي، ويقوم عليه طواقم تصل إلى حوالي 270 ستاف من طواقم إدارية وطواقم طبية وطبية مساعدة وأطباء. ولدينا أيضا خيام تطهير ضد الأسلحة البيولوجية والكيميائية تستخدم للمسح النهائي قبل دخول الحالات إلى المستشفى الميداني. مشاركة الأجهزة الطبية من كافة القطاعات الصحية تهدف إلى التدريب على كيفية التعامل مع الإصابات في وقت السلم والحرب وفرزها حسب أولويتها وأهميتها، من خلال إنشاء مستشفى ميداني يحتوي على أجهزة طبية حديثة مدعوما بكوادر صحية مؤهلة. من مدينة الملك خالد العسكرية، أحمد غالي، الإخبارية، حفر الباطن.